السلام عليكم حبيباتي، اهلا بكم على قناتكم غزة ليلي. نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم بخير في احسن الاحوال. كما كنتم تلاحظوا معايا حبيباتي، اليوم درت لكم وصفه ماشي روتين، يعني توحش الوصفات معكم. وثاني كاين شحال الاخوات بغاو نديرو مزلبيه، يعني فيديو وحدها باش نفهمهم مليح يعني الوصفه وكاع المراحل تاع الزلبيه. كما كنتم تلاحظوا معايا حبيباتي، درتها بالسميد والفرينه. شوفوا كي جات هايله، جات بنينه بزاف، صدقوني احسن اللي تنباع برا، يعني سورتو هذا المرض اللي راه. ربي ان شاء الله يعافينا ويعافيكم، يرفد يعني يرفد علينا هذا الوباء هذا. الوغ الواحد يدير حاجه في الدار من احسن، يعرف يعني شي ياكل. ولا حبيباتي، نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ونعطيكم نصيحه حبيباتي، تبعوا الفيديو حتى الاخر، كاين بزاف النصائح باش تنجحوا في الوصفه. ولا حبيباتي، نقول لكم فرجه ممتعه، وما تنسوش تسلموا وتصلوا على حبيبنا المصطفى محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نخليكم على الفيديو. فوالا البنات، هنا راح نديرو زلابية تاع السميد. الوغ هاد الزلابية تاع السميد والفرينة، ماشي سميد وحدها، راح نديرو مرحلة مرحلة. الوغ المرحلة الأولى البنات، راح نديرو السميد. عندي هنايا كاس على تاي، هاد الكيسان تاع لاتاي، يعني تكون معبر صغير، كاس على تاي سميد رقيق، راسومو الإكسترا فين، سميد رقيق جدا، رقيق جدا كما كاتب في كاتبين في الساشي. عندي هنايا الكاس غي هو، العبر غي هو تاع فرينة. هنا عندي نص كاس فرينه اللي راح نكمله نعمره بالمايزينا. هيا بينا درك تشوفوه معايا من بعد. فوالا كاس فرينه والكاس نص فرينه نص مايزينا. عندي ملون احمر او اصفر كما تبغوا، ولا زعفران. عندي كاس ماء ومن بعد نزيدوا الماء، درك تشوفوا معايا، يعني غير تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا. عندي ماء زهر، عندي هنا 7 غرامات تاع ليفيغ بلونشير اللي هي خميره الخبز، 7 غرامات. عندي لافاني الملح، وعندي شويه تاع الزيته. الوغ نبدا بسم الله. الوغ الحاجه الاولى، هذا الماء كاس غير هو، يعني توجور الكاس غير هو الدو، الماء دافي هذا راح نديره هنايا في الصلاديه كيما هاك. راح ندير معاه خميره الخبز والخميره هذه تاع الحلوه من بعد باش دروك. راح ندير خميره الخبز هاي بينا فوالا. وهنايا راح ندير كاس تاع السميد، سميد رقيقه. هنايا راح نخلط، نخلطو مليح. وانا بلا داني خلطت مليح، هنا شغلي ندير راح نطحنه، يعني نطحن السميد مع الماء والخمارة اللي درناهم بالميكسور، يعني ضروري طحنوها. غادي نطحنها ونرجع لكم. فوالا بنات، راني طحنته مليح، طحنوه مليحه، رطبوه مليحه. هنا غطيه بالفيلم اليمونتيغ، وغادي نخلي هذا الخليط يخمر، يعني حتى يتضاعف الحجم تاعه. كي يتضاعف الحجم تاعه نرجع لكم ونشوفوا المرحله الثانيه. فوالا البنات، هيا شوفوا، هي خمرت لي تضاعف الحجم تاعها، ميم ولا تريبل، يعني تضاعف 3 مرات كما نقولوا. شوفوا كي ولات، ضروري تخلوها تخمر مليحه. شوفوا هاي ميلا. الوغ هنا شغلي ندير، غادي نديكازيها، نخرج منها الهواء. شوفوا كي ولات فوالا، نخلط مليح. عندي بنتي هنايا، عندي زوج كيسان تاع ما دافيه. هنا قلت لكم هذا نص فرينه، هذا خليه حتى من بعد ماشي دروك. ندير فرينه هنايا، وندير كاس تاع ما الكسري هو، نخلط فوالا كيما هاك. هنايا راح ندير الزيت، 2 ملاعق، حوالي 2 ملاعق زيت فوالا كيما هاك، 2 ملاعق زيت. سمحوا لي البنات الحس، باسكو البنات راهم يتفرجوا في لا تيلي. الوغ راح ندير ما زهر، نكه الزلابيه تاعي بملعقه تاع ما زهر. هنايا راح ندير ملون الاحمر او زعفران فوالا. درتها في القناه بصح ما درتها بلا سميده، عندي زلابيه في القناه مي بلا سميده، بالفرينه دايره زوج، وحده صفراء وحده حمراء. ها قراي، انا غادي ندير هذا الملون الاحمر ونشوف الا كنزيد ولا لا. ندير لافاني، نكهو الزلابيه تاعنا بالجبنينه، شويه لافاني ماشي بزاف، والملح المحشون نساه، شويه لافاني والملح فوالا.
شويه محقد نصف ميم با نصف ملعقه على راس مغرف صغيره. هنايا نخلط لو تو. خلطتي هاكي خلطي دوني بغا تخلط هيا خلطي خلطي مليح. سي تخو بو عجبك عجبتك لا كولور لا وي فوالا. هنايا راح نزيد كما قلت لكم مايزينا. هنا عندي نص الكاس هذا فارينا هنعمره بمايزينا. هاي مايزينا فوالا درت المايزينا نص فارينا نص مايزينا كما تشوفوا نفرخها هنايا واقعي. عندي فرفاره خميره الحلوه شويه قد ملعقه صغيره فوالا هي سيب هي خلطي خلطي مليحه فوالا. بنت هنا راح ندير الماء ثلاث كيسان ماء هنايا غادي ندير ونشوفه هي خلطي دنيا. هنا راح ندير غير النص فوالا فوالا هي خلطي. من بعد راح نميكسيها فوالا. بنت هنا درت غير نص كاسه شوفوا تغير نص كاس الوغ زوج كيسان ونص زوج كيسان ونص. راح نخليكم كاع المقادير في صندوق الوصفه. هاد الزلابيه تجي هايله وتجي يعني كيما اللي تنباع برا. هنا اش غادي ندير البنات غادي نميكسيها بلو بغا تاع لا سوب غادي نميكسي فوالا. بنت هنا غادي نميكسيها سي بون نميكسيها بلو بغا نميكسيها مليح مليح ونعاود نرجع لكم. شوفوا القوام تاعها مازال غادي تتقل غتخمر غتتقل هاوينا البنات. انا طحنتها مليح ميكسيتها تري بيان يعني حتى ولات حاميه شويه هكا باش تساعدنا بالخف تخمر. هنا نغطيها ونخليها تخمر المره الثانيه ومن بعد راح نقلوها ان شاء الله. فوالا البنات تخمر ونرجع لكم ان شاء الله. البنات هاي وين خمرت لي غطيتها كما راكم تشوفوها وضعف الحجم تاعها. غادي نقلع هذا الفيل شو كي ولات لنا فوالا. هنايا راح نديكازيها شوف معايا كي ولت خلطها مليح ديكازيها مليح. هنايا البنات عندي قرعه تاع كاتشب هاي تاع كاتشب غسلتها مليح غسلوها مليح وراح نعمر نخلط مليح ونعمر القرعه تاعي بالخليط تاع الزلابيه هذا فخلطوا مليحه كيما هكا. فوالا البنات راني نفرغ تبغيو لومبوط ديروا لومبوط انا غير هكا بلا لومبوط راني نفرغ فيها بصح خلطوها مليح ديكازوها مليح مليح ومن بعد فرغوا في القرعه فوالا. طيب هاي وينا درت وحده كما راكم تشوفوا يعني من المقله ديريكتومون في الحسله. الوغ لا بات ما تكونش خفيفه الا كانت خفيفه يتغبنكم تقلوها شويه فوالا ثقيله تاع لا كريب تاع لي كريب باردون. الوغ هنا نجي في الوسط شوفوا معايا نبدا ندير غير بشويه فوالا تقربوا يعني هاد الدويرات تقربوا وحده حدا اختها تبغوا تكبروا تبغوا تصغروا انا هكا بزاف. وهنا نقطع ندير هكا نقطع باش تجيني شغل كولا تكولوها واه كي ديري كيما هكا تكوليها فهمتي واه باش بعد ما تهدش النار الزيت حامي عندي ها دري شويه الزيت ما تكتوش الزيت غير شويه كما راكم تشوفوا واه كيما هكا مقله كبيره هذه الاخرى جاتني صغيره المقله كنت نشحم وحده هكا باش تشوفوا نعاود وحده هنا قدامكم سمحي لي شوفوا معايا تبغى تكونوا تشوفوا من جدي باليسرى عليك شوفوا معايا البنات فوالا في الوسط ونطور كتشوفي فوالا ندور تبغوها كبيره تبغوها صغيره وهنايا ندير هكا الله يبارك نقطع فوالا كيما هكا. هذه قلبتها انا بدرتهاش نسيت نقلبها شد روحها من تحت نقلبها هاي وين قلبتها. وهذه هنايا راه في الحسن شوفوا معايا البنات راه في الحسن هذه هاي وين خليها تشرب الحسن حتى كنبغي ندير هذه ونقلعها شربوها مليح الحسن فوالا هاي وين هاي شربت صاي سي بزاف عليها فوالا كيما هاك نكثرها مليح فوالا هاي نقلع هذه نديرها في هنايا في الحسن ديريكتومون ونخليها تشرب الحسن مليح. هذه نقلبها فوالا هنا نزيد وحده قدامكم البنات فوالا البنات نعاود وحده قدامكم هكا باش اخاو تفهموا مليحه قاعد مريم الدنيا باتسي شوفوا نزيد غير بشويه نعبز غير بشويه فوالا ها هكا ندور ماذا بكم تلصقوا الخطوط هادو لصقوا مليح احيد فوالا ديرها كيما هكا يعطوا له ساعه رواحكم يعطوا له ساعه باش تغبلوش
نعاود وحده اخرى هنايا شوفوا معايا هنايا فوالا كيما هكا فوالا ندور ندور تبغى صغيره تبغى كبيره فوالا هنا نديرها هكا صغيره هذه شويه شويه شوفوا معايا ها هما نزله بيا تاعنا دوك انا غادي نكملهم كاع بنفس الطريقه نعسلهم هذه الدنيا دارتها نعسلهم وهذه هي شوفوا البلاد الدنيا يدير فيها ماشي انايا ها هي الدنيا شوفوا معايا راه يدير فيها عجبتك فوالا سي بون فوالا البنات هاي الزلابيه تاعنا كما كنت تلاحظوا وجدت نصيحه نعطيها لكم البنات نصيحه لاباط ما تكونش خفيفه اذا درتوها في المقله وجدتوا يعني راحت لكم بالخف ما قديروش تحكموا فيها عرفوا بلي لاباط تاعكم راهي جاريه الوغ اللي تكون لاباط كيما تاع ببخي كيما تاع البغرير ثقيله شويه على تاع لي كخاف ناكد لكم باش تنجح معاكم فوالا حبيباتي هاي الزلابيه تاعنا شو كي جات مقرمشه يعني نص سميد ونص شوفوا معايا هاي وينها جات هايله شوفوا معايا مقرمشه كيما راكم تلاحظوا فريمون جات هايله والله لها بنينه ها هاي البنات نتمنى ان شاء الله تجربوها قبل رمضان ان شاء الله والله لها هايله ها شوفوا من الداخل كي جات معسله ومقرمشه كيما راكم تلاحظوا هما مقرمشه ها هذه هي البنات نتمنى ان شاء الله الوصفه تجربوها وتكون عجبتكم وحبيباتي تهلاو في رواحكم تلاقوا ان شاء الله في وصفات اخرى او روتينات على شله سلام